يزول من آلاف البشر، يزول من آلاف البشر، يزول من آلاف البشر، يزول من آلاف البشر، من طبق ضحك على الظروف لا كل عزم ولا بدر، يزول من آلاف البشر، يزول من آلاف البشر، عبستك الرجل انكلس، عبستك الرجل انكلس، عبستك الرجل انكلس، عبستك الرجل انكلس، مرارات الفلس، يزول من آلاف البشر، يزول من آلاف البشر، من طبق ضحك على الظروف لا كالعزم ولا فتر، يزول من آلاف البشر، يزول من آلاف البشر، حفظت انت المقدرة، حفظت انت المقدرة، عاني ظروفك واقهرة، عاني ظروفك واقهرة، اوعك تفرط في العيال واوعك تخاف من المرء، يزول من آلاف البشر، يزول من آلاف البشر. ممكن يا اخي، ممكن يا اخي الكلام ده عيدوا كم مره انا الكلام ده. هي وطي صوتك، وطي صوتك، بسمع يا اخي، ما يسمع كان داري يسمع يا اخي، انا ماله يا اخي، ممكن انا كل مره واحد من اهلك تعبني في البيت ده، انا ما ارتاح، ما اخد راحتي في بيتي. هتاخدي راحتك، هتاخدي راحتك، اجراءاته قربت تخلص، هيمشي ويفوت يا اخي، عليك الله، اجراءاته قربت تخلص دي ما اسمع فيها لي سنه يا اخي، يا اخي ما في فنادق، ما في الكوندات، ما فيش كوك مفروشه يا اخي. معنى كلامك ده اطردوه، الناس البلد يقول عليه شنو؟ اطردوه بدبلوماسيه. اطرد يا هو، اطرد عشان حركاتك دي. هبه اختي انا سكنتها في الداخليه. عباس انا امشي مشواري ده واجي ما القى اي كائن حي غيرك في البيت ده، مفهوم؟ السلام عليكم. يا اخي انا تعبت عليك من ضيوف عباس ديل، هم ما بيكملوا. لا 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 لا، ما تتكلم في الضيف، ما اتكلم في الضيف، هو اليوم والثاني جايب لي ضيفان يا اخي، لزومه شنو؟ ما عنده بيت هو يا اخي. يا اخي يا ريتني كان بيجوني، انا ما بجيهن، انا ما بمنجهن، لكن بمشوا للزول الملولو، انت عارفه الضيوف ديل اصلا لما يجوني انا ما بخليهن ناقصاهم حاجه، بجهز لهم المويه والاكل. الصادق انا تعبت ونشفت وفتيت وما في داعي للنقه الكثيره دي، ما في داعي لها. خلاص انت هتنفع السنيه دي ولا لا؟ في حل ما هذه جهزت عني في شنو؟ ما غطيت لك الطبق وينه؟ خلاص جيب الطبق برة القبر اشيله معاك. جدا كده الطبق جدا يا اخي، شنو ياخذ انا الشفريقي يا اخي، انا بطير عيشت، انا بطير عيشت عباس ذاته معاك. بلا كيفك يا عباس؟ كيف؟ والله بلا انا محرج. لا لا لا، خير رفع وجهك، خير شنو مالك؟ يا اخي ناس الشغل ديل والله عذبونا عذاب مبالغ فيه، يعني شغالين معي بالعكس. مالهم؟ رفضوك ولا شو؟ لا لا ما رفضية، بس مأمورية جات في زمن كده ويومين ثلاثة، لكن يعني ممكن لو البيت بيتك. لا لا اصلا ما مشكلة، ما تشيل همي، انا اصلا يومين ثلاثه ان شاء الله بشوف لي بيت عزابه، بشوف لي لكون ده يعني ان شاء الله. يعني حتقعد مثلا؟ اي ما حقعد يومين ثلاثه. ما خلاص اذا معناته انا اعتذر للناس دي، اعتذر لهم. انا اسمع ان شاء الله يرفضوني يا اخي. لا لا يا اخي اقول لك حاجه، انا بتصرف، ما مشكله أنا بتصرف. لا أنا ما هو، لا لا أنا بتصرف، ما مشكلة، أنا بتصرف. بس أنا شنو، أنا بعد ما أمشي وأجي أنت ممكن تجي. أنا لا بتصرف، قلت لك أنا بتصرف. أنا بتصرف بس أنا بس، وكمان ممكن أعتذر لهم ولكن من يومين بعد ما أجي. أنا بتصرف أصلا، ما في مشكلة، أنا بتصرف. هل هذا المشهد؟ السلام عليكم. ماشي كان الحال؟ والله تمام. كيف حالك؟ شرف خير. الحمد لله شرف خير الحمد لله. جايكم انا افطر معاكم نتونس حبه كده. يا عباس ده قال عنده مأمورية. يا زول عنده مأمورية عنده طيارة دي مشكلته. انا ماشي والله شوف لي لكون ده شوف لي. لا عيب يا اخي عيب تشوف لكون ده وانا بيتي قاعد ضيف عباس يا هو ضيفي. لا خلاص زي ما داير. ما اصغل عليك يا اخي. لا ما في سغالة ما في سغالة يا زول. اسبوع اسبوعين 15 سنة 16 سنة انا جاهز يا زول. راح على البيت يا زول. لا يا زول طلع يا زول حالة واحدة راح يا زول. الدنيا دي شيء بتاعي يا اخي نتونس فيها بس. خير ان شاء الله خير. انت عارف الحمد لله انا اصلا عباس ده ما بعرف والله اقول لك حاجة لك كثيرة يا زول. لك كثيرة خليك من انا ذاتي شفت عباس ده زمان عنده ضيوف. انا يا اخي ضيوف بيجوني بالشوقار. بتعرف الشوقار؟ الشوقار أخي نتخارج؟ يتخارج. حرجتيني وبس. الصادق لقاه وساقوا معاه البيت قعدوا معاه. معناتها أنا إلا اتدسى يومين. تتدسى ليه؟ لا تتدسى ولا حاجة، عديل كده تمشي عيانا بيانا في الشارع عشان هم يفهموا حاجة، إحنا لا دارين ضيوف ولا دارين ضيوف، بيت هو اللي فندق. هاي انت مطول شنو يا اخي؟ انا ما قاعد احكي لك. هاي سامعك انا احكي لك انت. انا ناسي قصه لنا ما كملتها لك. اي احكي قلرنا بدي يا زول يومي هي تجري وانا اجري كراعي مع كراعه ما تفارقنا ياخذ لدرجه انه شنو يا اخونا ما تزقر لي ما تزقر في النوم. خلي بالك معي انت داير تنوم مالك يا اخي. انا ما بحكي لك يا اخي. لا 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 ما شي وين ما تقبل كده. خليك معاي. أنا بالمناسبة موسوعة. أنا ذاتي لو ما بحبك ما بحكي لك مغامراتي وقصصي مع الأسفار وقصصي مع اللغة. طبعا أنا ضليع في اللغة العربية يعني. نعم يا أخي أنا شاكر لك والله. صوتك إنك بالمناسبة كروان يقرد في الفيافي. يا سلام يا أخي والله أنا شاكر لك إنك أكرمتني. أيوة. وضيفتني بيتك. يا سلام. واستقبلتني بهشاشه وبشاشه. الله يكرمك. والله انا اشكرك. الله يبارك فيك. لكن يا اخي انا بس على دار النوم. ما في مشكله. اخر قصه. اخر قصه. اخر واحده. ايوه. الحمد لله. كويس. قصه مغامرتنا نحن لما سافرنا وخشينا الغابات. رائب يا صادق. اي 4 ساعات يا صادق. لا تنوم لا تخلي لا نوم لا زول نوم يا اخي. ما قصتك يا زول اللسد ولا كلمه. الغابه اسمعني اسمعني قلت لكم في شنو ولا كلمه يا ولا كلمه طاقتك. ايوه جايه. ايوه هيا نور. ازيك؟ يلا كويس الحمد لله. السلامة ازيك؟ تمام كيف اخبارك؟ والله الحمد لله بركه شغلك طيب. الله يبارك فيك. كيف انت تمام؟ تفضل النور اخوي. اهلا عباس حضرتك كيف حالك؟ كيفك تمام؟ شو امي كيف عليك الله؟ كويسين والله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كنت اجي اقعد معاكم 2 3 يوم. يا سلام اتفضل خش. دقيقة معلش معلش انت طبعا جاي تقعد معنا هنا. اي 2 3 يوم. وللاسف الشديد يا النور انا ماشي مأمورية. طيب انا استاذ. أيوة. ما مشكلة امشي مأموريتك ما في مشكلة. ما حيقعد معاي. انا ماشي مأمورية معناتها انا ماشي مأمورية. كويس ما في مشكله يا عباس. انا بدي اسالك سؤال. البيت ده بيت منو؟ حقك. طيب مالك؟ طيب مالك كيف يعني؟ ده اخوي وده بيتي واخوي حيقعد معاي مسافه معي. انت تمشي مأموريتك. اتفضل. انت ماشي مأمورية صح؟ لا لا انا لا امشي مأموريتك. لا ما دي مأمورية بالنسبه لي. امشي مأموريتك ما مأمورية. يلا عشان ما تتاخر عشان ما يفوتوك. امشي كيف يعني؟ يلا امشي مأموريتك. الله الله الله. النور ازيك يا اخي؟ اتفضل. اخبارك؟